الاستعدادات عندنا احنا عدة محاور في هذه الاستعدادات. عندنا الإجراءات والتدابير التي يأخذها رئيس السلطة كرئيس مسؤول على تطبيق القانون وأخذ كل التدابير اللازمة لضمان المسار الانتخابي إلى نهايته، وبالتالي هذا يتطلب منه أخذ قرارات إما توضيحية لما يمكن أن يستلزم التوضيح من المواد القانون الذي كما تعلمون يطبق لأول مرة على الانتخابات التجديد. وبهذه المناسبة أيضا خذيت 6 قرارات خاصة بالانتخابات التجديد، واصدرنا 3 تعليمات أيضا عامة لتوضيح بعض الجوانب، وتنشرت هذه الأمور وراهي ماشية والحمد لله. ثم بالطبع التنسيق مع وزارة العدل، لأنها مكاتب التصويت خلاف لما هو لما كان عليه في الرئاسيات والتشريعيات والانتخابات المحلية، القانون ينص على تشكيلة نوعية خاصة، ما يكتفيش بالعدد أو لا، ينص بأن مكاتب التصويت مشكلون من قضاة يعينهم رؤساء المجالس. والكاتب كاتب بالضبط علاش في بالضبط حبينا نخليو هذه القاعده، لان المكاتب التصويت من قبل كانت فيها القضاة، ماهيش حاجه جديده، ولكن لماذا يعني غيرنا في 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 كل حاجه طلبنا التغيير الا في هذه؟ لانه قلنا الانتخابات المحليه تمتاز بشحنه تنافسيه قصوى، ولكن الانتخابات التجديد لأعضاء مجلس الأمة تمتاز بشحنة مضاعفة بالنسبة، لأنهم نابعين من هذه الشحنة الأولى، وبالتالي يطلب يعني حياد إلى أقصى درجة، يعني معناتها لأن هذه التأثيرات السياسية بحتة فيها وفيها تحالفات وفيها، لابد إذن يكون المكاتب التصويت مؤطرين من عناصر يمتازوا بالحياد التام، وما نوجدوش خير من القضاة، لأن المهنة نتاعهم القانون الأساسي نتاعهم القانون كامل يضمن لنا هذاك الحياد، ومتعودين على الحكم بموضوعية. هذه الإقصاءات اللي تهضروا عليها يعني والله العظيم كون نقول لكم قداه راكم تحيروا. كاين واحد بسبب الاستقالة، وكاين 43 في الجزائر كاملة بالشبهة المالفاس، 43 من ضمن 503 مترشحين. كاين أمور تظهر حتى من بعد الانتخاب، هم كاينين اللي نحاتهم السلطة بعد ما انتخبوا. قد ما تطلع في المسؤولية قد ما التدقيق يكون أكثر، وكي تطلع الحاجة باش تسمى مرسوم رأس هذاك الافيش هذيك الزرقاء هذيك، يا حسرة يرجعوا لك حتى وين كنت صغير واش كنت تدير. الأحزاب السياسية 22 حزب اللي راهو مقدم مترشحين في 22 حزب راهم يتعاملوا مع السلطة الوطنية المستقلة. هذا الاقتراع الخامس، وهذا الاقتراع الثالث بالقانون الجديد بعد الدستور، هذا الثالث. و ما كانش واحد ديجا قال الإجراء الفلاني ولا الإجراء الفلاني ولا عندك. دوك التخوف، كي نقول التخوف، التخوف كيكون ماهوش مبني على عناصر موضوعية لتسمح بالنقاش،
يبقى عامل شخصي كامل في 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 صاحبي، ولكن هذا ما يطلبش معالجة من قبل السلطة الوطنية المستقلة. أنا القانون يقول لي تضمن الشفافية، تضمن المصداقية، وتضمن القانونية، هذا من ثلاث أمور. نفس الموضوع تطرح في التشريعيات وتطرح في هذاك. قال هذاك تطعنوا في القانون، ما كمش بتحفظين على السلطة الوطنية، كم تحفظين على المادة في حد ذاتها اللي تقول الشبهة بالمال الفاسد. لكن هذا تحفظ القانون، الله يبارك فيك. البرلمان راهو خرج من الانتخابات اللي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والصناعة ثانية راهو ان شاء الله يتم كذا كل شيء ما لازم. القانون هذا السيد رئيس الجمهورية ان شاء الله راهو قال بان نكيف القوانين القديمة وحتى جديدة، لكن اظهرت عدم ملائمة بعض الجوانب تاع السيد رئيس الجمهورية، راهو باش يبني جزائر جديدة. هذه الجزائر الجديدة مبنية على ان شاء الله نجاعة القوانين. نهار يعرض السيد رئيس الجمهورية القانون لعلك، انتم بالخبرة تاعكم كمتنافسين والسلطة بالخبرة تاعها كمنظمة ومشرفة على الانتخابات، نشوفوا شيء يمكن ندخلوه في القانون باش يكون يرضي في نفس الوقت المنافسة ويغذي الإقبال على الفعل الانتخابي، وفي نفس الوقت كيفاش نحقق الهدف نتاع إبعاد المال الفاسد. هنا نجم نقول بلي صناعة المنتخبين أغلقت. دركا المفتاح في يدك، تقنع الناخبين وتنتظر واش يفرزوا الصندوق. نسبة المشاركة هذه مليحة السياسية قد ما تكون طالعة، قد ما يعني يكون ولكن الأسباب احنا رانا نظمنا 5 اقتراعات في ظر خلينا الرئاسيات خارج الكوفيد، بصح من الدستور روحنا نظمناها في ناس قلت لك انتخابات بلدية ما قدروش يديروها في إطار الكوفيد. الظروف تاع الكوفيد هذه اللي قدرت الجزائر تنظم فيها تجدد فيها الحوكمة بكاملها، وهذا فضل يرجع أيضا للرئيس المنتخب اللي أنا تعهد بهذا الشيء هذا يا بلي جدد يعني الحمد لله راهي تمت في ظرف رانا تقريبا مازلنا ما قفلناش 3 سنوات، مازلنا ما قفلنا، رانا قفلنا عندنا 2 سنين و2 شهرين تجديد كل مؤسسات الدولة بما يتطلب إمكانيات مادية ومالية وبشرية. رانا وصلنا نبلوروا الصح ونطوروا في الرقمنة الداخلية، نعملوا حتى الفرز وكذا حنديروا في ولاية من الولايات نجربوا يعني الفرز عن بعد، هذا شايفة كيفاش. لكن احنا قاعدين نسعوا، احنا خلاص احنا تكنيك ما وكذا نوجد روحي، بس عم بعديت المشروع السياسي يبقى سيد رئيس الجمهورية اللي برمجها في الافاق، هو اللي قرر سيد رئيس الجمهورية قرر الافاق لانها افاق سياسية قبل كل شيء، وبالتالي احنا رانا قاعدين نخدموا تكنولوجيك ما وتكنيك ما رانا قاعدين نوجدوا ونحضروا في روحنا لهذا ان شاء الله المستوى من التقدم الانتخابي. عدد ملفات الترشح التي تم سحبها هو 603، هذا عدد الملفات التي تم سحبها، منها 403 ملف من قبل مترشحين منتخبين من أحزاب سياسية، و200 ملف من قبل مترشحين منتخبين عن قوائم مستقلة. إذن تم إيداع الملفات، تم إيداع 503 ملف، عدد الملفات التي تم رفضها هو 43 ملف من ضمن 503 يعني اللي تودعت. 43 ملف منها 29 ملف لمترشحين عن الأحزاب، 43 هذه
فيها 29 ملف لمترشحين عن الأحزاب، وفيها 20 حالة عبر 12 ولاية، وعندنا 17 حالة عبر 11 ولاية. العشرين حالة هذه هي التي أحيلت على المحاكم الإدارية، والحالات 17 هذه التي تم الاستئناف أمام مجلس الدولة. أسباب الرفض، عندنا حالة واحدة عدم إرفاق ملف الترشح بشهادة التزكية، هي ولاية سطيف. أما باقي الحالات هي متعلقة بشبهة المال الفاسد، بشبهة المال الفاسد. مما سبق نقولوا باللي المحاكم الإدارية ألغت ثلاث قرارات رفض، من ضمن القرارات المحاكم الإدارية ألغت ثلاث قرارات رفض، أمام مجلس الدولة قد ألغى 10 قرارات رفض.